مشروع قبول العمل الجديد للقطاع الخاص. طبعا احنا كنا في حلقتين سابقين على القناة موجودين. النهارده ان شاء الله استكمال الحلقات خاصة بمشروع قانون العمل الجديد للقطاع الخاص، وبعنوان مشروع قانون العمل الجديد يلزم بتقديم استقالة مكتوبة طبعا كتابية طبعا واعتمادها من جهة إدارية. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده منشور على موقع اليوم السابع، واللي يعني بيسرد هذا الموضوع بشكل تفصيلي. هنعرف مع بعض ايه هي التفاصيل. خلينا يا جماعه نبدا كده مع بعض. طبعا نظر مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومه لمجلس النواب، والذي تناقشه حاليا القوى العامله بمجلس الشيوخ تمهيدا لعرضه او لعرض تقريرها على المجلس خلال الفتره المقبله. اجراءات وضوابط وشروط طبعا تقدم العاملين الخاضعين لاحكام هذا القانون باستقالتهم، وحدد متى يتم قبول الاستقاله. وجاءت هذه الشروط والضوابط كالاتي. يا جماعه معنا اصح خلينا نبدا كده نتكلم بشكل مبسط شويه. لو انا بشتغل في قطاع خاص او حضراتكم بتشتغلوا في القطاع الخاص في احد الشركات، لو انت هتقدم استقالتك، هنا القانون بيشرط على حضرتك ان انت طبعا هتقدم الاستقاله دي كتابيا مكتوبه، وبتكون موقعه من حضرتك، موقعه منك شخصيا او كمان او الوكيل الخاص ليك. طبعا الاستقاله دي طبعا بيتم تقديمها، وطبعا بيتم البت فيها خلال 10 ايام لو صاحب العمل وافق. اوكي هبلغك بيها خلال 10 ايام. طب لو ال10 ايام دول عدوا من غير ما يبلغ حضرتكم، انت هنا بيتم اعتبار الاستقاله مقبوله. وادام ال10 ايام مروا ولم يتم ابلاغك، هنا بعد مرور 10 ايام بيتم اعتماد الاستقاله انها مقبوله. خلينا نروح لتفصيل الموضوع نفسه عشان نعرف البنود بتقول ايه بند بند، ونكون اكثر دقة في الموضوع. هنا طبعا اول حاجة عندنا للعامل ان يقدم استقالته كتابية لصاحب العمل بشرط ان تكون موقعة منه او من وكيله الخاص ومعتمدة من جهة ادارية. يعني يا جماعة يكتبها العامل بخط ايديه ويوقعها هو او من وكيله الخاص، ويكون كمان موقعة من جهة ادارية. جهة ادارية دي بقى ممكن هتكون مكاتب القوى العامة في المحافظات، غالبا هتكون دي اللي احنا بننتظر نزول اللائحه التنفيذيه، عشان طبعا بعد نزول القانون باذن الله اللائحه التنفيذيه بتوضح كل النقط الخاصه او تفسير بعض النقاط اللي احنا بنحتاج لها فيما بعد. اتنين يا جماعه، طبعا لا تنتهي خدمه العامل الا بالقرار الصادر بقبول الاستقاله، وعلى العامل ان يستمر في العمل الى ان يتم البت طبعا من جهه عمله في الاستقاله سواء بالقبول او الرفض. وطبعا بدأ البت في هذا الموضوع بيكون خلال 10 ايام من تاريخ تقديمها، ولو ال 10 ايام عدوا زي ما قلت من شويه بتعتبر الاستقاله مقبوله. دي نقطه ثانيه. النقطه الثالثه للعامل طبعا المستقيل او وكيل الخاص العدول على الاستقاله. يعني انت من حقك كعامل انت تعمل يعني ترجع في استقالتك طبعا، ولكن بعد يعني لما صاحب العمل بيبلغك ان انت تم قبول استقالتك من تاريخ ابلاغ حضرتك، من تاريخ الابلاغ ان انت تم قبول استقالتك، ليك اسبوع، فتره كده اسبوع ان انت ممكن ترجع في استقالتك. وطبعا بتكون برضو كتابيا مكتوبه وطبعا موقعه من العامل وطبعا من الجهه الاداريه المختصه. يعني زي ما عملنا الاستقاله بهذا الشكل، برضو الرجوع العدول على الاستقاله بيكون بنفس الشكل طبعا. لكن هنا في نقطة طبعا بيشترط موافقة صاحب العمل. هنا ادام انت قدمت استقالتك وتم قبولها وانت رجعت فيها للاسبوع، لابد من موافقة صاحب العمل. لو وافق الاستقالة تعتبر كأنها لم تكن، يعني كأنك ما عملش اي استقالة. دي يا جماعة كان ثلاث نقط اللي هم احنا كنا فيهم ملخصين بانك تقدم استقالة وشروطها زي ما قلنا من شوية. نيجي بقى جزئية فيها بعض البنود مهمة جدا برضو في كل عمل جديد، هنقراهم كده مع بعض ونفسرهم واحدة واحدة. طبعا جديد بالذكر ان لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ناقشت مشروع قانون العمل الجديد طبعا في وقت سابق، وطبعا بينص على انشاء محكمة عمالية زي ما قلناها في الحلقة اللي فاتت. القانون بينص على انشاء محكمة عمالية حتى تبنى هتفك النزاع او مسؤولة عن النزاع بين العاملين واصحاب العمل، وده بيكون خلال 60 يوم من تقديم المشكلة معنا صح طبعا في النزاعات العمالية. وطبعا في نقطة مهمة، يحظر فصل العاملين بشكل تعسفي. يعني يا جماعة القانون بيحظر فصل العاملين بشكل تعسفي، ولو حصل فصل ما بيتمش اعتماده الا من خلال حكم قضائي. والحكم ده يعني خلينا نقراها كده مع بعض علشان نعرفها اكثر دقة. يحظر فصل العاملين بشكل تعسفي، ويكون الفصل من خلال حكم قضائي،
ولا تقبل الاستقالة إلا بعد اعتمادها من وزارة القوى العاملة أو مكاتب العمل في المحافظات. يعني حتى لو الاستقالة تم إثباتها وبقى في استقالة فعلية، هنا برضو ما بتتمش قبولها إلا بعد اعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب القوى العاملة في مختلف المحافظات. بعد كده عندنا طبعا قانون العام الجديد برضه بينص على انشاء المجلس الاعلى للحوار المجتمعي، وهيكون ليه فروع في جميع المحافظات، الى جانب انشاء او تشكيل مجلس اعلى للاجور هيكون برئاسه المهندس مصطفى مقبول رئيس الوزراء. وكمان هيلزم مشروع القانون العمل الجديد اصحاب العمل بتحرير عقد عمل، دي مهمه يا جماعه جدا. مشروع العمل الجديد بيلزم اصحاب العمل بتحرير عقد عمل باللغه العربيه مقوم من 4 نسخ، نسخة هتكون مع صاحب العمل، ونسخة تانية مع العامل نفسه، ونسخة تالتة بيتم تقديمها في التأمينات، ونسخة رابعة بيتم تقديمها إلى الجهة الإدارية المختصة. طبعا القانون العام القديم كان عبارة عن 3 نسخ فقط، ما اعتقدش ان حد من الشركات في القطاع العام او في القطاع الخاص معاه نسخة من العمل بتاعته، من عقد العمل بتاعته، لا اعتقد ذلك. ده كان الموضوع الخاص ب طبعا كتابة الاستقالة هتقدم ازاي والعدول عنها هيكون وضعه ايه، الى جانب يعني عرفنا حقوقنا اللي لينا واللي علينا عشان نبقى فاهمين. روح بقى لجزئية تانية في موضوع النهاردة وهي خاصة برضو بنفس الموضوع، وهو هنا مشروع قانون العمل الجديد يحقق او يحفظ حقوق العمال حال تعدد المالكين. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني يا جماعة في حالة تعدد المالكين، يعني الشركة كان ليها مالك واحد واصبح فيه مالك واثنين وثلاثة واربعة بقوا شركاء، برضو مشروع قانون هنا بيحفظ حقوق العاملين وكل واجباتهم بيحفظها ليهم طبعا في حال تعدد الملكين. طيب هو بس الكلام ده؟ لا، في كمان لو كمان يا جماعه في حاله حال الشركه، في حاله اعلان افلاسها، في حاله ان هي الشركه هيتم اغلاقها، في حاله الشركه هيتم دمجها مع شركه اخرى، حتى لو الشركه هيتم في ورثه يعني وداد في ورثه للشركه او بالوصايه او حتى بالهبه او حتى بالتنازل او حتى بالايجار او بالبيع في المزاد العلني، اي مسمى او اي تصرف يا جماعه بينشا عنه ان الشركه هيبقى ليها مالك جديد او وضع جديد غير اللي كانت عليه، هنا مشروع قانون العمل الجديد بيلزم اصحاب الاعمال سواء الحاليين او الجداد او حتى الاثنين مع بعض ان هم يوفوا بالتزامات العاملين من القطاع الخاص اللي احنا قلنا عددهم 26 مليون موظف وعامل على مستوى الجمهورية في جميع المجالات والتخصصات المختلفة، واللي كانوا بيعانوا بشكل كبير جدا في قانون العمل القديم. هنروح للتفاصيل عشان نعرف تفاصيل اكتر دقة من البنود، لان في 3 بنود هنا في القانون نعرفهم مع بعض بند بند، وان شاء الله نحاول نفسرهم مع بعض بشكل كويس. اول حاجة يا جماعة عندنا هنا طبعا نص المادة طبعا 10 على انه اذا تعدد اصحاب العمل كانوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون. يعني لو تعدد اصحاب العمل هم مسؤولين بالتضامن مع بعض، يعني تضامن على 2 شخص 1 مع بعض طبعا بالتزامات القانون واضح او المادة واضحة الناشئة عن هذا القانون. طبعا اول حتى لوائح المنشأة المعتمدة او حتى اتفاقيات العمل الجماعية، ويكون من تنازل له صاحب العمل حتى لو حصل تنازل لصاحب عمل تاني عن الاعمال المسندة اليها يعني كلها او بعضها بقى، هيكون برضه متضامنا معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تعرضت أو التي تفرضها احكام هذا القانون. يعني يا جماعة لو صاحب العمل ده تنازل لحد تاني، هنا المتنازل ليه واللي هو تنازل الاثنين برضو ضمن قانون واحد مسؤولين عن جميع حقوق العاملين تبقى لاحكام القانون. طيب عندنا بقى المادة او البند طبعا وفقا للمادة رقم 10 اللي هي بتنص طبعا على انه مع عدم اخلال الاخلال باحكام قانون اللي هو رقم 125/2010 المشار اليه طبعا لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة تبقى لهذا القانون. طبعا هنا يا جماعه الماده تقول ما فيش مانع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئه طبقا لهذا القانون في بقى في حال حل المنشاه او تصفيتها او اغلاقها او افلاسها. تمام، يعني في ال4 حالات دول ما فيش حاجه تمنع. تمام، يجب ان يحدد القرار او الحكم الصادر، يعني هيطلع قرار او هيطلع حكم صادر يحدد بقى او قرار او حكم باي من ذلك اجلاء الوفاء، يعني الوفاء بالالتزامات الخاصة بالعاملين.
تمام، بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء. وكمان الجهة الإدارية المختصة اللي بقى هتكون بقى المحكمة، هتكون وزارة القوى العاملة، هتكون مكاتب، أيا كان الجهة الإدارية المختصة هي هتتولى طبعا متابعة هذا الموضوع. وكمان بقى في جزئية إيه كويسة جدا، إيه هي بقى يا جماعة؟ ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة الوفاء بها طبعا بها في الاجل المحدد. يعني الجهه الاداريه المختصه دي ليها الحق ان هي تاخد الاجراءات اللي هي شايفاها هتنوب عن هذا الشان، لان هم العاملين يعني ليها الحق تاخد الاجراءات الاجرائيه الاداريه اللازمه، علشان الاجراءات دي اللي هتاخدها هتديها الحق في الوفاء يعني تنفيذ حقوق العاملين في اجل محدد، يعني في موعد محدد. تمام. طيب الجزئية الأخيرة بقى يا جماعة هي ولا يترتب على إدماج المنشأة. هنا بقى إدماج دي لو الشركة دي دخلت مع شركة تانية تحت مسمى تاني بقوا شركة واحدة، يعني بقى شركتين بقوا شركة واحدة. تمام. أو انتقالها، أو حتى هتتنقل بالإرث بالميراث يعني، أو الوصية بقت وصية لحد، يعني بقت تبع بحد تاني يعني اديها بالوصية لحد معين، أو بالهبة، أو بالبيع ولو كان في المزاد العلني، أو بالنزول، أو بالاول ايجار، او غير ذلك من التصرفات. يعني يا جماعه حتى لو حصل للمنشاه دي انها هتنتقل بالميراث او بالوصيه او بالهبه او بالمزاد العلني او حتى بالايجار او باي تصرف تاني يعني تحت اي مسمى بقى، هنا بقى ايه مش من حقها انهاء عقود استخدام عمال المنشاه، مش من حقها. تمام. ويكون الخلف اللي هيجي بعدها بقى سواء بقى اللي هيورث الشركه دي او اللي خدها بالوصيه او بالهبه او بالايجار، اللي هو الخلف ده ايه المسؤول، ايه هو المسؤول منه او المطلوب منه؟ ان يكون مسؤول بالتضامن مع اصحاب الاعمال السابقين، تمام، عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئه عن هذه العقود. يعني يا جماعه في جميع الاحوال قانون العمل الجديد بيضمن حقوق العاملين طبعا على مستوى الجمهوريه 26 مليون موظف وعامل في جميع المجالات والتخصصات زي ما قلنا في البدايه. انا شايف انه مشروع ان شاء الله قانون موفق، ان شاء الله طبعا يكون بيوفي بالخير للعاملين واصحاب العمل وطبعا بلدنا الغاليه. ده كان موضوعنا النهارده الخاص بمشروع قانون العمل الجديد القطاع الخاص. ان شاء الله نلقاكم في حلقه اخرى جديده طبعا نسلط الضوء او نلقي الضوء على بنود مهمه جدا جدا سواء كانت للعاملين او حتى لاصحاب العمل، عشان كل منا يعرف اللي ليه واللي عليه. اشكركم واختم كلام بالصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.